السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال جميعا؟ إن شاء الله الأمور طيبة. عودة سريعة من العيادة الساعة 12 و12 دقيقة بالضبط، 12 ونص ضروري نطلع من العيادة، فعندنا أقل من 7 8 دقائق بنحكي فعلي شوية idioms phrasal verbs expressions استرعت انتباهي وأعتقد إن هي عجبتني وأعتقد إنها هتكون مهمة خاصة جماعة اللي عندهم امتحانات الآيلتس والتوفل أو أي حد مهتم بالإنجلش لانجوج. درنا الفيديو المرة اللي فاتت، الفيديو السادس، هذا حيكون السابع أو الثامن إن شاء الله. ما دام الواحد ناشط ومقبل على الاشياء البروتكتيف هذه، ما يوقفش يستغل الفتره اللي الواحد يبدا فيها ناشط، يدير اكثر من 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 فيديو او اكثر من بوست او اكثر من شيء، لعل عسى بعتالي الهمه تقل ويكسل، وهذه طبيعه الحياه، يعني واحد مره ينشط ومره يكسل. فاني واي، اول كلمه بنبدا فيها زي ما تعودنا ديما بنحط الفيرب او وات ايفر اللي بنحكي عليه مع السنتنس، والفيديو حينزل دي مع الفيسبوك على اليوتيوب وحينزل في دقيقة على الانستغرام. فأنيوي، فأول كلمة زي ما قلنا they found a way of circumventing the law. فالcircumventing احنا عندنا مشكلة جماعة الطب، في بعض الكلمات المصطلحات الطبية نعتقد ان هي لا يمكن استخدامها لبرا، ومرات نستخدموها ويجي استخدامها مش مظبوط، هي طبيه بس. ففي بعض الكلمات طبيه لكن يمكن استخدامها لبرا، وفي بعض الكلمات ما تقدرش تستخدمها وتمشي في السياق الطبي بس. فواحده منها السيركمفنتنج، تقدر تستخدمها لبرا في انك انت بتشير انك انت واحد بيحاول يتحايل او سيركمفنت او انه يدور حوالين قانون او تشريع او نص، فهي يراوغ او يخالف، يستخدم فيها بشكل كبير خاصه ترامب، ان هو يعني ماكر او فوكس، هو يحاول ديما to circumvent the law. ف they found a way of circumventing the law. ف circumvent the verb, circumventing طبعا الجيرند، و circumvention النون كانت تبي تاخذ التفريعات الثلاثة. فهذه أول كلمة اليوم حبيتها جميلة، circumvent انك انت تدور حول الشيء، لكن بمعنى مجازي انك انت تدور حول القانون أو حول التشريع. Anyway اللي بعدها corporal، أنا شخصياً كنت نطق فيها غلط corporal لكن هي تنطق corporal. فcorporal punishment اللي هي العقاب الجسدي was banned by statute in 1987. فهني عندي كلمتين مهمات، corporal punishment اللي هو العقاب الجسدي التعذيب يعني، أو اللي هو was banned يعني تم تحريمه أو نفيه by statute. فstatute هي التشريع أو القانون، كلمة قانون فيها عدة أشياء مثلا decision, solution, law, bylaw، خاصة bylaw لاصقة في بعضها، فهذه في واحدة تانية يستخدموا فيها بشكل كبير statute. Okay, the wording of the statute is ambiguous. فأنا عندي كلمتين يعني نص التشريع أو نص القانون is ambiguous. فهذه كلمة طبية تانية الواحد مرات يقول لا هذه ما أعتقدش يستخدموا فيها البر، لا هي ambiguous، يعني عندها ambiguous genitalia في الطب، تقدر تستخدمها أنت في خارج النص الطبي إنه بشكل غامض أو غير واضح. فالجملة اللي بعدها under the statute of the university they had no power to dismiss him. فتحت قوانين وتشريعات اليونيفرسيتي الجامعة ما عندهمش السلطة ان هم to dismiss him، ان هم يزروه او يلزوه. فعجبتني حاولت نجوبها في اكثر من 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 ثلاثة context او ثلاثة سياقات بحيث تفهمها بشكل كويس. طيب اللي بعدها are you willing to vouch for him؟ sentence اللي بعدها I can vouch for her ability to work hard. فvouch انك انت تضمن او تكفل او تشهد للشيء او تشهد لانسان بالنزاهه والكفاءه والابيليتي، فتكفل او تضمن او تقدر تقول يعني تزكيه، فto vouch somebody او to vouch for somebody. فجميله vouch يستخدموا فيها بشكل كبير. فare you willing to vouch for him؟ واحد بيسألك مثلا صديقك متى جاي بيقدم شغل، شنو يقول لك؟ تضمنه، او تقدر تقول I can vouch for her ability to work hard. طيب اللي بعدها وصلين 5 دقايق معقول. اللي بعدها meager وفيها two spellings G-E-R أو G-R-E. فanyway من sentence هتفهمها، فقال لك a meager diet of bread and water. الجملة بعدها she supplements her meager income by cleaning at night. فmeager تعني small in amount, poor in quality، حاجة ضئيلة بسيطة. طيب الكلمة اللي بعدها they completed أو they competed with skills and tenacity، أو جي في adjective tenacious grip
or illness. فتناسري لو بترجمها أقرب حاجة إنه هم تنافسوا بمهارة وبعناد وبإصرار أو تشبت. أو tenacious grip إن شيني القبضة الشديدة أو العنايدية، أو تقدر تطلقها حتى على المرض tenacious illness اللي هو مرض عضال أو مرض عنايدي أو مستمر عندك. فهي تفهمها في السياق هذا، مش حتحصل لها ترجمة هيك واضحة، فتفهمها أنت من السياق tenacity أو tenacious. وصلين 6 دقائق معقول. اللي بعدها يستخدموا فيها بشكل لا يمكن تصوره هلبة جدا، اللي هي technological acumen أو acumen فيها نطقين، أو business acumen أو commercial acumen أو financial acumen، اللي هي الفطنة والذكاء، الذكاء الاقتصادي أو الذكاء في البزنس أو الذكاء في الشغل أو التكنولوجيا، الفطنة أو الذكاء. Expression تاني عجبني، هذا كلام مش عارف وين سمعته بالضبط، لكن قال لك I accept this with heavy heart، يعني وافقت على الشيء هذا يعني بمضض أو بقلب ثقيل أو بفوق من قلبي. فهم عندهم سبحان الله حاجة قريبة من هيك. ممكن الأخيرة ونختمه، It's a fallacy to say that the camera never lies، أو تيجي تقول He detected the fallacy of her argument. ففشني fallacy، fallacy المغالطة أو الفكرة الخاطئة، ففكرة خاطئة أو مغالطة إنك تقول إن الكاميرا never lies، أو هو اكتشف the fallacy of her argument، النقاش متاعها واضح إنه كان فيه مغالطات كبيرة. طيب اللي بعده خلاص نختم إن شاء الله، instigate they were accused of instigating أو instigating racial violence. فinstigate يحرض، تحريض عليه racial violence أو العنف العنصري. أو تيجي تقول إن the government has instigated a program of economic reform، فهي حرضت أو يعني بدت في برنامج للإصلاحات الاقتصادية of economic reform. فزي توجيه هي يعني تحريض أو دفع أو بهالشكل يعني. فإنوي بيش نعطل ذات ست، عملت موقف حدود 8-10 جمل كعادة سريعات مع الترجمة أو نقول فهمها، ما تقدرش ترجمها في بعض الأشياء خاصة في الليفل هذا، أنت من of English ما تقدرش ترجم شيء حرفي، تبي تفهم من السياق وخلاص. anyway that's it، بارك الله فيكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله في الفيديو التاسع أو الثامن المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.